هلا والله شباب، كيف حالكم؟ معاكم ريان، واليوم جايب لكم فلوق جديد خطير زي ما عودتكم. بعد المشاهدات الكثيرة اللي جابها الفلوق الأخير يوم كنا نشوي مع العيال، خلونا نقرأ الكومنتات اللي كتبتوها. طيب، أول كومنت يقول: ريان، ايش رأيك تسحب الكرسي من تحت صديقك وهو ما يدري؟ وكومنت ثاني يقول: بالله اطلع بالشارع واسحب الجريدة من العالم اللي جالسة بالمقهى وحاط ضحكة. ما أدري ايش اللي ضحك في الموضوع. وهذا مجيد اس اس يقول: أنا أقول جرب الذب وجهك بين اثنين يسولفون وتحش فيهم. لحظة شباب، لازم تعرفون لكل شخص له كرامة وله حق، صعب إن الواحد يعتدي عليه فيه لا لفظيا ولا جسديا. الكومنتات اللي قلتوها أحس فيها شوية أخطاء على الناس. وبالختام، كنسلوا كل المقالب اللي كتبتوها وتأكدوا إن كل شخص حق ما يصلح نتعدى عليه فيه. ونشوفكم في الحلقة الجاية. معكم ريان، لا تنسوا سبسكرايب شير، يعطيكم العافية.